ماله؟ ما فيهاش غدوده. بس اسمعيني بس يا ست انتصار. لا يا حاج. الله، يعني ايه بقى يا ست انتصار؟ لا يعني لا يا حاج، يعني نو، ولو اعرف يعني ايه بالفرنساوي كنت قلت لك. وبعدين ما تقولي حاجه يا ست حاجه. هقول ايه بس يا حاج يابر؟ هي قالت اللي عندها بقى. ايوه بس ما من ياكل يعني، انت امه واجب عليك تعقليه. انا عقلي يوزن بلدي يا حاج، وبعدين طولت اللسان دي مش هتجيب حاجه، يعني مش هتجيب فايده. ينقطع لساني لو يطول عليكي، انما اللي انا مش فاهمه بترفضيني ليه؟ فيا ايه يتعيب؟ الله، ده انا جايب لك كل فاكهه الموسم وانا جاي. ماشي يا حاج، انت زي الفل. الله يخليكي. انت زي الفاكهه دي. الله يعزك. بس هنعمل ايه يا اخويا؟ انا ما بفهمش. ما تقولي لي انت مش فاهمه ايه وانا افهمك. لا مؤاخذه يا حاج، انا ساكنه عندك هنا بقالي 3 سنين. يعني يا اخويا لا حسيت في النزله والطلعه انك بتعاكسني ولا عايز تتجوزني ولا بتبص لي. ايه اللي اتغير يا حاج؟ ربك وما يريد. ولا يا ست الحاجه. ونعم بالله يا حاج. لا اقول لك انا ياما، من 3 سنين كان متجوز 4 نسوان، لكن دلوقتي في مكان فاضي وعايز يملاه، مش كده يا حاج؟ حتى لو كده خلاص ما فيهاش غضاضه. الله، ما دام قادر ماديا وصحيا. طب كلام في سرك بقى يا حاج، انا اللي معيوبه. ما فيهاش غضاضه يا حاج. معيوبه ازاي يعني؟ بعيد عنك الشر، وش فقر ذكر، ومليش في الطيب نصيب. ارتحت كده؟ لا لسه ما ارتحتش. امال ايه اللي يريحك يا حاج؟ تقوليلي طلباتك يا مزه. يا نسبتي، طلبات ايه يا حاج؟ انا ما عنديش طلبات. ايوه انا عندي طلب واحد، ممكن تسيبني في حالي بقى؟ شوفي بقى، لو انت سالتي عن معلم جابر السندوب هيقولوا لك ده بيوصل للي هو عاوزه حتى لو كان في بق السبع. يعني من الاخر كده مفيش بيعه خيبت معايا. ايوه، ونفسي الطويل طويل قوي. وانت بقى لو سالت عن انتصار هيقولوا لك ان خلقي ضيق ونفسي قصير، والحكايه مش مساله بيع وشر عشان تكسب ولا تخسر. وتلاته بالله العظيم لو ما لميت نفسك ومشيت من هنا لا رعب بالصوت الحياني. ما تعملهاش، ده تهويش. طب انا هوريك بقى اذا كان تهويش ولا ما هوش تهويش. طيبه بنتك دي زي العسل، استنى بينقط شاهد. يعني يا عالم يا ناس يا هو، الحقوني يا ناس يا هو. مالك يا انتصار؟ جواز من الحاجه جابر السندوبي، انا مش هتجوز، ولو ما خرجش بره بيتي اللي انا مأجراه منه هطلب له البوليس، هشق عليه، هوديه في داهيه. اخرج بره، مش عايزاك. دي بتصور. ما بقاش غضاضه. الله، اصبري كده بعد ما نكتب الكتاب هيكون السويت للركب.